ما المطلوب من منتخب السلة بكأس العالم؟ وهذا هو المدرب الأنسب للوحدات بالفترة الحالية، وأسبوع مميز للنشامة المحترفين. حلقة جديدة من جريمتا، أهلا بكم. يبدأ منتخبنا الوطني لكرة السلة مشواره كأس العالم السبت المقبل بمشاركته التاريخية الثالثة بعد ما شارك للمرة الأولى بال2010 وخسر بجميع المباريات وقتها مع كل من صربيا والأرجنتين وأستراليا وأنغولا وألمانيا. وبالمشاركة الثانية بال2019 خسرنا 3 مباريات بالدور الأول مع فرنسا وألمانيا وجمهورية الدومينيكان، وبتحديد المراكز خسرنا من كندا، بس بعدها حققنا أول فوز في تاريخ مشاركتنا كانت على منتخب السنغال للاحتلال وقتها المركز 28 بالبطولة من أصل 32 منتخب. هالمرة وقعنا بمجموعة صعبة وصعبة كثير بتضم منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية واليونان ونيوزيلندا. مبارياتنا راح تكون كلها بالفلبين، بس ثقتنا بالصقور كبيرة على أمل يحققوا أول فوز في دور المجموعات ومحاولة صنع مفاجأة بالتأهل للدور الثاني. المطلوب من المنتخب الآن هو تحقيق انتصارين على الأقل في هاي البطولة، أو تحقيق مركز أفضل من المركز اللي حققناه آخر نسخة، لأنه الاكتفاء بالتأهل لكأس العالم لوحده إنجاز هذا غير كافي. إحنا طمعين ومنطلب دائما الإشي الأفضل إلنا، لأنه منعتقد إنه قادرين نعمل الأحسن. وزي ما حكينا من فترة مش طويلة وكشفنا إنه المدرب البوسني لفريق الوحدات داركو نيستروفيتش راح يغادر النادي، وهذا ما حصل الأسبوع الحالي. ولكن مين ممكن يكون المدرب الأنسب مكانه؟ علما بأنه راح يقود الفريق في مباراة الكلاسيكو أمام الفيصلي يوم الجمعة المدربان رأفت العلامي ومحمد جمال. من وجهة نظري المتواضعة وبعد أن تحدثت الإدارة مع عدد من المدربين في الفترة الماضية، لازم ما تبعد نظرتها وتطلع على المدرب الأجنبي أو العربي، بل تنظر لداخل النادي وأبنائه. وهون قصدي المدرب الهداف التاريخي لفريق الوحدات سابقا محمود شلباية، واللي قام بعمل مميز مع فريق الشباب وبمختلف الفئات العمرية مع الوحدات في السنة الماضية. الخوف من عند جمهور الوحدات انه الكابتن محمود شلباية ما عنده خبرة، بس ياما مدربين بلشوا مهمتهم التدريبية مع فرق كبيرة وحققوا انجازات، واذا ما حصل شلباية على فرصة في مثل هيك وقت ومع نادي الام متى رح يحصل؟ أسبوع مميز للنشامة في الخارج. موسى التعمري رفع رأس كل الأردنيين في ثاني ظهور له بالدوري الفرنسي، سجل هدفين مميزين في مرمى أولمبيك ليون، وقاد فريقه مونبلييه لأول فوز بالدوري الموسم الحالي. شفت كيف الأردني رفع رأسه؟ بأنه زي ما مصر طلعت محمد صلاح والجزائر رياض محرز، الأردن قادر تطلع لعيبة مميزين بأوروبا، وهاللاعب من أبناء حي نزال أنعم وأكرم. وما شاء الله صفحة الدوري الفرنسي على الفيسبوك كل ما حست التفاعل قل نزلت فيديو أو صورة للتعمري، وشوف فزعة النشامة على التعليقات. وعلي علوان كان من أبرز نجوم الجولة الأولى في الدوري القطري، وسجل فريقه هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع في المباراة بمرمى العربي. والموهبة الصاعدة بقوة عمر صلاح قدم مستوى رائع في أول ظهور له بالدوري القطري أيضا مع الوكا، وتصدر البطولة بعد الفوز على معايذر 3-0. وسؤال حلقتنا لليوم بيحكي من هو النادي الفرنسي اللي كان مهتم بالتعاقد مع التعمري بداية العام الحالي؟ إذا عرفتوا الإجابة اكتبوها بالتعليقات. وقبل الختام لا تنسوا تتابعوا شبكة منصات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، لايك على الفيسبوك، فولو على الانستغرام، سبسكرايب على اليوتيوب، واستنونا في الحلقة الجاي معي أنا مهند جويلس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.